لبسنا هذه الوسرة هذه اللي كتدل على الطبيب، وذلك من أجل تضامن رمزي فقط. والحمد لله هالشي حنا تنتفاعلوا أنه صوتنا غادي يوصل، حيت الطلبة هم شريحة قوية في المجتمع، هادشي علاش ما يمكنش أنه ما يوصل الصوت. فنحن الطلبة منفتحون على الحوار، مرحبا بأي حوار، ما عمرنا ما غنردوا الحوار، باغيين حوار بنا، ومساعدونا على أننا نتنازلوا على بعض المطالب ديالنا، ولكن الحاجة اللي ما نقدوش نتنازلوا عليها هي الجودة ديال التكوين ديالنا. حنايا كاملين متفقين أننا بغينا في المغرب يكون عندنا أطباء أكفاء، باش يكونوا هاد الأطباء الأكفاء بطبيعة الحال خاصنا جودة التعليم في الجامعات المغربية، حيتاش أصلا الموضوع مابقاش كيهم غير طلبة الطب، رجع كيمس كرامة الطالب. راه هما اللي غادي يضيعوا، هما غادي مثلا غادي يعاودوا واحد السنة، غادي كيما نقولوا غادي يرسبوا ولا غادي يعاودوا عام، فإلا عاودوا عام راه كلا الحالتين الطلبة ضايعين والوزارة، الوزارة خسرات عليهم فلوس العام الفايت وبزاف الحوايج، فهي ضاعت وزيد عدد المقاعد ما كاينش فين غادي يقراو، وهما حتى هما ضايعين لحقاش ضاع لهم عام، يعني في كلا الحالتين راه بزوجهم ضايعين. يمكن نساومو بأي حاجة، ولكن ما نقدوش نساومو بالصحة ديال المواطن المغربي، لأننا قبل كل شيء كنسبقوا المصلحة ديال الوطن وديال المواطن المغربي.